سعد. ستة معناها استانلس مستوردة ومخدومة ب 15 جنيه، ثمن عالي استانلس مستوردة ب 15 جنيه. أعزائي مشاهدي ومتابعي موقع جريدة أهل مصر في كل مكان، كل عام وحضراتكم بخير. معكم أمن عبد الباري مراسل جريدة أهل مصر بمحافظة الأقصر. إحنا معاكم دلوقتي في جولة جديدة داخل أسواق مدينة إسنا، بننصب مع حضراتكم إقبال الأهالي على شراء حلوى العيد من أجل الاستعداد. زي ما انتم شايفين معانا كده بالظبط، في ازدحام شديد على شراء حلوى العيد اللي احنا نعرف اسعارها دلوقتي من خلال لقائنا مع احد التجار اللي هيعرفنا اسعار اسعار الحلوى كل ساعه بيعمل ايه، واخبار الاقبال من المواطنين ايه دلوقتي من خلال لقائنا معه. كل عام حضرتك بخير. صح سلامة أخبارك؟ تمام الحمد لله. قلنا النهارده أخبار الأسعار إيه؟ لا الأسعار تمام الحمد لله مرتاحة، وفي أقبال مع الزباين، وفي يعني الترمس بنبيعه ب 38 بدل من 40. بنعمل التشكيلة. الترمس بكام؟ ترمس مستورد. ترمس مستورد. اه. ب 38 بدل من 40 جنيه. بنبيع تشكيلة النوبة دي ب 60 جنيه، بنبيع حلاوات دي ب 60. اللي بيعوز تشكيلة برضه عشان متناول الجميع والكلام ده. وبنوفر للزبون الاسعار وبنوفر له كل حاجه، وفي اقبال ان شاء الله. في اقبال من المواطنين السنه دي؟ لا لا في اقبال. طب انت ملاحظ ان الاسعار السنه دي مرتفعه ولا في انخفاض؟ لا في كده وكده، بس يعني الاسعار متهاوده والناس يعني متقبله السعر والكلام ده. الناس متقبله السعر وكده؟ متقبله الاسعار. يعني في اقبال من المواطنين بالرغم من ان في ارتفاع عن العام الماضي؟ اه في ارتفاع بس في اقبال. في اقبال يعني كان السنه اللي فاتت 25، الترم السنه دي 38 وبيبيعوا ب 40، احنا عاملين خصومات وبنبيع ب 38. بيبيع ب 38. اه وبنبيع التشكيله النوجة والتشكيله بتاعتها كلها ب 60 جنيه بدل من 70، بنبيعها ب 60، وبرضه الملبسات والتوفي والجابونيز والكلير وكل ده بنبيعه برضه ب 60 جنيه. جميع الحاجات عندك باسعار منخفضة ومتناول الجميع، ونريح الاسعار للزبون على قد ما بنقدر يعني. ربنا يبارك لك. في علب برضه شوكولاتات، وفي الشوكولاتات عندك بكام؟ معاك الشوكولاتات بنديها من 35 جنيه لحد 120، 35 و45 وفي ب 60 و65 وفي 70، وجايبين برضه اكياس حلاوه ب 5 جنيه. 5 جنيه؟ اكياس كيلو كولا ب 5، وفي ملبس قهوه، وفي ملبس كلير، وفي كلير ب 10، وفي توفي ب 5. يعني في اسعار بتبدا من 5 جنيه؟ في اسعار معانا من 5 جنيه احنا بنبتدي، لحد انت وطالع، يعني الغلبان ياكل والفقير ياكل كله ياكل معانا. ما شاء الله كل عام وحضرتك بخير. صحة سلامة. بس نورتنا النهارده على اهل مصر، حابب تضيف اي اضافة جديدة؟ نعم؟ حابب تضيف اي اضافة جديدة؟ لا بقول عام الدنيا تمام وكل حاجة بخير، وكل سنة طيبين وعلى الاعلام بخير يا رب. كل عام وحضرتك بخير. متابع اهل مصر زي ما مشاهدين معانا كده بالظبط، الاقبال كثيف من المواطنين على شراء حلوى العيد هنا بأسواق مدينة إسنا زي ما انتم شاهدين معانا كده بالظبط، وأسعار الترمس السنة دي ب 38 جنيه هنا بدل بره ب 40 جنيه. في تشكيلات هنا كتير طبعا، التشكيلة بتعمل كام؟ التشكيلة ب 60 جنيه. في تشكيلات أخرى ب 60 جنيه. في تشكيله زي كده ب 110 بس بتاعت مستوى. كل عام وانت طيب يا استاذ. زي ما انتم شايفين معانا كده بالظبط، وفي اسعار بتبدا من 5 جنيه زي ما هو عرضنا معاكم دلوقتي. 5 جنيه لحد وانت طالع. الى اكثر يعني طبعا. 10 وادي ب 5 كانوا برضه بتاعنا. الاسعار السنه دي يعني حلوه العيد، اللي هيشتري حلوه العيد اللي هو بتبدا معاه من 5 جنيه. اللي هو الهدف من ده كله ادخال البهجه والسرور على المواطنين. زي ما انتم شايفين معانا كده بالظبط، الاقبال من المواطنين كثيف على شراء حلوى العيد هنا باسواق مدينه اسنا. الكل بيستعد لشراء حلوى العيد ولاستقبال عيد الفطر المبارك.
بشراء الحلوى العادة السنوية اللي اعتاد عليها أهالي إسنا وأهالي الأقصر بصفة عامة والمسلمين بصفة عامة. زي ما أنتم مشاهدين كده بالضبط الإقبال كثيف جدا من المواطنين على شراء الحلوى اللي سعرها بيبدأ من 5 جنيه إلى أكثر. تابع أهل مصر، وصلنا معاكم أسعار حلوى العيد وأخبار الإقبال عليها إيه من أسواق مدينة إسنا. شكرا لمتابعتكم.